السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج. معكم إياد رضوان. راح نشوف بهذا الفيديو موقف جميل جدا جدا. هذا هو الموقف، اللاعب الأبيض هون يلعب ويربح. لاحظ الموقف ممكن يكون صعب جدا باعتبار أنه اللاعب الأبيض عنده فقط 3 بيادق على عمود واحد، وصعب الترقية لأنه هون إذا ترقى اللاعب الأبيض ببيدق مباشرة راح يأكل كيش بالفيل من خلال الخانة G5 وراح يطير الوزير، فإذا صعب الترقية. وقف الفيديو وحاول تلاقي الحل. فإذا خلينا نشوف الحل. بالأول أنا فكرت مثل كل اللاعبين أنه نرقي لحصان، ولكن الحقيقة ما لقيت شيء كتير أقدر أعمله بالحصان، واللاعب الأسود ما رح يخسر بهذا الموقف، واللاعب الأبيض ما عنده كش مات. الحقيقة هون النقلة الأولى والنقلة الصحيحة نقلة جميلة جدا جدا جدا، وهي التقدم بالبيدق D5 بالأول. الهدف إغلاق هي الخانة بوجه الملك. الآن شو رح يلعب اللاعب الأسود؟ شو عنده خيارات؟ طبعا عم نقول له كش. خلينا نحكي عن أخذ البيدق بالأخير. الخيار الأول إنه يحرك الملك، فالملك عنده خيارين فقط إذا ما بده ياخذ البيدق. فإذا راح لهون مباشرة رح يكون في عنا ترقية لوزير، ومنضحي بهذا الوزير الآن ما عنا مشكلة. فأكيد الآن الفيل على الجي 5 كش، فالملك رح يروح على الدي 7. الآن رح تاخذ الوزير، والآن النقلة الجميلة ما رح ناخذ الفيل وإنما رح ناخذ هذا البيدق، وبعدين رح نتقدم بهذا البيدق وصار في عنا وزير تاني لا يمكن إيقافه مهما لعب اللاعب الأسود. خلينا نشوف إذا حاول يستعجل يعني، فرح يتقدم. وأكيد هون إذا أخذ البيدق رح ياخذ، ولاحظ صار في عنا وزير، واللاعب الأسود ما رح يلحق ورح يخسر. فإذا بنرجع هون أيضا نفس الفكرة، أكيد إذا جاب الملك على البي 7 أكيد رح نعمل نفس الخطوة تماما، والآن رح يربح اللاعب الأبيض. فإذا هون شايفين بعد هاي النقلة أنه اللاعب الأسود مضطر أنه ياخذ البيدق. طبعا إذا أخذ بالملك فرح يكون في عنا نقلة قوية. الملك الآن على الاف 6، لاحظ الملك إذا تحرك ما عاد مهدد هذا البيدق، وبالتالي البيدق صار حر. فقط الآن بدنا نمنع الفيل أنه يعطي كش من هاي الخانة، والموقف رح يصير سهل. فالفيل على الاي 1 لحتى يحاول يعطي كش من هون، ولكن اللاعب الأبيض أيضا رح يمنعه، وبالتالي الآن اللاعب الأسود خلاص ما عاد فيه يعمل أي شيء. طبعا كش من هون ما رح تفيد شيء لأنه الملك رح يروح على الجي 6، والآن خلاص شوف أنه اللاعب الأسود يعني ما رح يعمل أي شيء. والنقلة القادمة ترقية لوزير، طبعا نهاية سهلة ورح يربح اللاعب الأبيض، ولو أنه اللاعب الأسود عنده بيادق سالكة ولكن ضعيفة جدا. أي نقلة هون رح يكون في عنا ترقية لوزير، وربما يكون في وزير تاني. فإذا نرجع لآخر خيار فقط هو أخذ البيدق بالبيدق، فهون رح يكون في عنا ترقية لحصان. عزيزي المشاهد الآن فقط فيك ترقي لحصان، طبعا لأنه اللاعب الأسود يعني فقد خانة مهمة جدا كان ممكن يروح عليها بوجود البيدق هون. طبعا كش، إذا الآن الملك عنده خيار واحد وهو الملك على السي 5، فالآن الحصان على الإي 6 كش، وأيضا الملك وين ما بده يروح راح يكون في عنا تقدم بالبيدق. لاحظ الآن الحصان راقب هاي الخانة، واللاعب الأسود ما عنده أي شيء. طبعا الآن في عنا تهديد خطير أيضا بهذا الموقف بالذات، إذا تحرك الفيل إنه يكون في عنا ترقي لحصان تاني مع كش مات. لاحظ هذا الموقف. فإذا هون بالنقلة السابقة ممكن الملك انه يرجع لهون حتى ما يقع بهذا الفخ، فهون رح يتقدم البيدق، والآن الفيل على الإيوان حتى يعطي كش من هون، ولكن الحصان على الجي 5، وهيك يعني رح يمنع الفيل تماما، والوضع رح يصير سهل جدا جدا. فإذا هذا كان الفيديو لليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا على القناة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله.